النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير لجميع متابعينا ومتابعي طقس العرب في الأردن. نقدم لكم هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أثرت نهار اليوم المملكة أو استمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبيا، أجواء حارة نسبيا في عموم المناطق. كانت حارة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقب، ويتوقع أن تستمر هذه الأحوال الجوية الحارة خلال الأيام القليلة القادمة. سنستعرض تفاصيلها في هذه النشرة، لكن لا بأس أن نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، لتوضح اندفاع لكميات من الغيوم العالية بدون فعالية لعموم شرق البحر الأبيض المتوسط وبلاد الشام كنتيجة لتمركز لمرتفع جوي في طبقات الجو العالية في وسط البحر الأبيض المتوسط. بالمقابل يتمركز منخفض جوي في طبقات الجو العالية في فوق الأراضي العراقية. هذه الظروف الجوية ستعمل على نشوء لرياح قوية شمالية الاتجاه في طبقات الجو العالية، هي التي عملت على اندفاع لهذه الكتل من الغيوم العالية بدون فعالية. نستعرض الآن وإياكم خرائط توزيع درجات الحرارة المتوقعة من يوم الأحد وحتى منتصف الأسبوع. يوم الأحد استمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبيا في عموم مناطق المملكة، أجواء حارة نسبيا سيطرت خلال ساعات نهار اليوم. يوم الاثنين بإذن الله ترتفع قليلا درجات الحرارة، لتستمر الأجواء الحارة نسبيا في أغلب المناطق، تكون حارة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. يوم الثلاثاء بإذن الله تستمر درجات الحرارة بارتفاعاتها، لتستمر أيضا الأجواء الحارة نسبيا خلال ساعات النهار في عموم المناطق، وحارة إلى شديدة الحرارة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتستمر درجات الحرارة أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام. يوم الأربعاء المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، وتستمر الأجواء الحارة هذه المرة في عموم المناطق يوم الأربعاء وشديدة الحرارة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. هذه هي الحرارات المتوقعة خلال ساعات النهار. أما ساعات الليل تكون الأجواء دافئة بشكل عام أو بشكل غير اعتيادي، حيث تكون درجات الحرارة عشرينية في أغلب المناطق، وبالتالي النصف الأول من هذا الأسبوع سيكون حار بشكل عام، درجات الحرارة أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام. أيضا تهب على المملكة رياح غربية تنشط أحيانا خاصة في المنطقة الشرقية والجنوبية خلال ساعات الظهيرة والعصر بشكل يومي، تعمل على إثارة الأتربة والغبار. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية خلال فترة السحور، حيث تسود أجواء صافية ودافئة 21 درجة مئوية الملموسة 20، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز بشكل عام. بالنسبة للتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين 30 درجة مئوية أما الصغرى 21، يوم الثلاثاء ترتفع قليلا تسجل 31 درجة مئوية، أما ليلا 23 درجة مئوية، يوم الأربعاء تستمر درجات الحرارة بالارتفاع 33 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 23 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.